معانا نجم مصر والنادي الاهلي كابتن محمد سلعاوي. طبعا اهلا وسهلا بحضرتك كابتن. الو، الو، اهلا وسهلا بيك كابتن. اهلا وسهلا يا كابتن، ازي صحتك؟ بنتشرف بوجود حضرتك معانا طبعا يا كابتن في 7 دي سبورت. احنا نتشرف بيك. اولا الماتش امبارح اتشحن كده شويه ومستر اجوستي انفعل وحصل حاجات كتير جدا، اديني رايك الاول في الاحداث اللي حصلت في الماتش والقرارات اللي طلعت النهارده بعد الماتش. والله هو الماتش، يعني انا عايز اقول لك ان الاهلي قدم مباراه من احلى مباريات الموسم ده، وقدم فيها جميع فنون الباسكت، وكان فريق نادي الزمالك مش موفق فيها، وان المباراه جه في وقت من الاوقات شدتها نوع من العصبيه شويه، نتيجه لفريق سكور كان كبير، واعتراض الفريقين على الحكام. واقدر اقول ان يعني الكره اللي هي حصل عليها اعتقد في اعتقادي الشخصي انها باسكت. طيب فكره انك تحقق الفوز ال 16 على التوالي كابتن، على التوالي امام الزمالك، ده شيء عادي او سهل بالنسبه للنادي الاهلي، ولا ده انجاز مش سهل انه يتحقق، وان مستر اجوستي عامل انجاز كبير بان احنا بقى لنا 16 ماتش على التوالي بنكسب الزمالك؟ لا بلا شك مستر اجوستي عمل نقله في باسكت في النادي الاهلي. السنه اللي فاتت كسبنا 5 بطولات، السنه دي ما وفقناش في بطولتين في بدايه الموسم، لكن اعتقد وبرضه في بدايه الدوري برضه ما وفقناش في مباراتين، بس اعتقد ان كل المباريات دي لسه هو المهم اللي جاي ان شاء الله، لكن اعتقد ان مستر اغوستي حط فريق الاهلي على طريق سليم، وان المستقبل اللي جاي طبعا افضل، بس طبعا رقم 16 ده رقم كبير جدا ولن يتكرر ومش هيتكرر، يعني يعتبر انجاز بكافه المقاييس. طيب ماتش بكره بقى، احنا بكره ماتش العوده مع الزمالك، وده ماتش برضو ليه اهميه كبيره جدا وانت عايز تحافظ على تفوقك عليهم، يعني حلل لي كده ممكن ماتش بكره يدار ازاي من مستر اجوستا كابتن؟ انا اعتقد ان الماتش بكره يعني اعتقد هيبقى على ارضنا وفي صاله حسن مصطفى، الدكتور حسن مصطفى، اعتقد مش هيبقى في العصبيه والشد العصبي اللي كان موجود في الماتش الاولاني، نتيجه لان الصغير او المرتبط 18 سنه النادي الاهلي يتفوق على نادي الزمالك، واذا تفوق عليه فالمباراه هتبقى ملهاش اي يعني داعي، الا انها مباراه بين القطبين اهلي وزمالك ولا وتبقى الرقم 17، بس هو ده كل اللي يهم في المباراه، لكن اعتقد ان مستر غوستي هو هيكون موقوف تقريبا بكره ويديرها احمد الجرحي، واعتقد ان احمد الجرحي لديه من الكفاءات انه ممكن يدير اللقاء يعني، وان هو تمرس على قد اكثر من مدرب يعني، ومدرب يعني نجم هيبقى في التدريب مستقبلا، لكن المباراه نفسها مش هيبقى فيها الشد القوي جدا، لكن انا اعتقد ان هو الزمالك هيحاول يثبت ان هي كانت المباراه اللي فاتت كانت يعني عباره عن وعكه شويه، لانه معاه مدرب قدير برضو الكابتن احمد مرعي من افضل المدربين واكثر مدربين احرازا البطولات في مصر، والنادي الاهلي لازم يكمل على الخطه دي، لان احنا بعد كده عندنا مباراه الاتحاد، مباراتين الاتحادات في برج العرب يبقوا صعبين جدا، محتاجين تركيز من كل اللعيبه، والحمد لله ان معظم اللعيبه المصابين رجعوا، وان شاء الله نتمنى التوفيق للنادي الاهلي في المباراه دي، لكن انا اعتقد مش يعني هتبقى مباراه برضو مش صعبه لكن مش سهله. طيب بما اننا بنتكلم على المرتبط، انا عايزك تديني رايك في مستوى ناشئي النادي الاهلي اللي عاملين انجاز كبير برضه هو كمان، ومعاهم مدرب كبير جدا زي ما حضرتك قلت، لكن شايف الجيل اللي طالع من النادي الاهلي سواء فرقه المرتبط او الفرق الثانيه شايفها ازاي، والتطور اللي فيه ناشئ النادي الاهلي، احنا كده ماشيين على الخطى السليم لفرق الباسكت ولا لسه محتاجين اكتر؟ لا احنا ماشيين على الطريق السليم، وانا طبعا شفت حته في لجنه انتقاء المواهب في النادي الاهلي، متابعين الفرق كويس جدا، فرقه المرتبط فرقه جيده جدا، او قطاع الناشئين كله في النادي الاهلي عامل انجازات، وهو طبعا بطوله المرتبط دي احنا 6 7 سنين ورا بعض، و القطاع الناشئين بخير سواء اولاد او بنات، كمان ما نغفلش البنات، البنات برضو طبعا
واصلين اهو لغايه السيمي فاينل، بيلعبوا النهارده فاينل وكسبوا سبورتنج الماتش اللي فات، وفريق الفرق الاولاد كلها ممتازه جدا جدا. مرتبط ماسك محمد اشرف من اكفأ المدربين الموجودين في القطاع في النادي، يعني اعتقد ما خسروش ولا مباراه السنه دي، واعتقد ان ماشي في خطه ثابته، وفي لعيبه كتير في القطاع ده هتشوفهم قريبا في الدرجه الاولى ان شاء الله. اخر سؤال لحضرتك، مين اللي شايفه من قطاعات الناشئين او عموما يعني في شبه من نجم منتخب مصر والنادي الاهلي كابتن محمد سلعاوي، وفي نفس شعاوته كده في اللعب والحاجات دي؟ اعتقد لا في ناس كتيره هنستثني احمد سلعاوي طبعا، وهو راجل يعني في منك كتير لكن هنستثنيه، وهو دلوقتي طبعا يعني هنتمنى له كل التوفيق، وهنستثني نادين سلعاوي في البنات. احمد بيلعب في سبورتنج طبعا السنه دي، وعامل مباريات جيده، وهو كان لعيب وهو لعيب منتخب يعني طبعا من المميزين اكيد. نتمنى له التوفيق ان شاء الله. لكن في النادي الاهلي برضه في ناس كويسه، وفي قطاع ناس كويسه برضه يعني، وانا يعني انا اتمنى ان كل الناشئين يبقوا يحذوا حذو اللعيبه القديمه الكبار اللي سابوا بصمه في النادي الاهلي. شكرا كابتن محمد سلعاوي نجم مصر والنادي الاهلي، نورتنا يعني. وطبعا الباسكت في النادي الاهلي ماشي فعلا في الفتره الاخيره بشكل وبخطوات كويسه جدا، سواء على المستويات قطاعات الناشئين عموما في النادي، او على مستوى الفريق الاول مع مستر اجوستي اللي محقق طفره الحقيقه في انجازات كبير، سواء في دوري السوبر او دوري المرتبط او بطولات افريقيا، ومشاركاتنا كمان في البطولات العالميه الحقيقه انجاز كبير جدا لسله النادي الاهلي يعني.